هذا المنظر العظيم اللي خلفي، درجة الحرارة لما تجاوز 17 درجة مئوية بعز الظهر، هذا منتزه السحاب في السودة في أبها. رائحة شجر العرعر، السحاب، الجو البارد الغير مزعج سواء ليلا أو نهارا. ليس هذا فقط في السحاب في السودة، إنما من أبها حتى الطائف كل هذا الطريق مرتفعات عسيرة 500 كيلو، يعني مساحة دولة كلها الآن بعز الحر جميع أنحاء العالم. الآن درجة الحرارة 17-18، شيء عظيم. طبعا هذه المنطقة بحول الله تعالى بفضل الجهود اللي تقوم فيها الدولة كلها كم عام جاي تكون سويسرا الشرق الأوسط، لأن المساحة أكبر من سويسرا والطقس فيها أبرد. يعني سويسرا أو جنوب فرنسا لابد أنك تذهب إلى مناطق معينة تجد فيها الطقس البارد، لكن هذه مساحة شاسعة أكثر من 500 كيلو. لاحظ من أبها حتى مرتفعات الطائف اللي هي طبعا مرورا بالباحة والنماص وتنومة وغيرها، كلها تعد ما تخلص من العد. في نقطة مهمة بعلم الاجتماع، يعني كثير من الناس عندما يذهب سياحة يذهب من أجل إيش؟ من أجل الراحة النفسية، صح؟ اللي يسمى الاستجمام. كيف تستجم النفس؟ يعني ممكن الواحد يسافر خارج وطنه ويروح المناظر حلوة أو يشوف جبال جديدة أو حتى طقس بارد، لكنه ما يستجم. الاستجمام النفسي مصدره الراحة النفسية. كيف؟ يعني الإنسان إذا ما عليه ضغوطات نفسية، يعني خايف من عدم الأمان، خايف ضغوطات الطائرات، المطارات، التكاليف، اختلاف اللغات، هذا كله ضد الاستجمام النفسي. صح أنه ممكن يشوف شيء جديد لكن نفسه ما استجمت، فتجده يرجع من السفر مرهق لأن نفسه ما استجمت. فما في مثل السياحة إذا البلد فيه جميع المقومات، وإذا ذهبت في إجازة تستجم نفسيا. شكرا لكم جزيلا. الله، رائحة العرعر العطرة، طبعا هذه من الأشجار الجميلة اللي تزين مرتفعات عسير. طبعا الآن كلها محمية والله الحمد. زين زين.